اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيوفي في هذه الفقره، الاساتذه محمد جمال واحمد مجد. ازيك يا محمد؟ ازيك يا كابتن؟ اخبارك ايه؟ مبسوط طبعا انا معاك طبعا اكيد. ربنا يخليك يا حبيبي. ازيك يا ابو حميد؟ ازيك يا كابتن؟ اخبارك ايه؟ زي الفل الحمد لله. ابدا معاك على طول يا جيمي بفوز النادي الاهلي بالترجي وست مرات. اعتقد ترجي تحس ان هو بالنسبه لنا يعني نادي كبير وعظيم وكل حاجه، ولكن بالنسبه للنادي الاهلي الحمد لله ان هو بتقدر تكسب الترجي ست مرات. بص يا كابتن، هو دايما ميزه النادي الاهلي ان هو بيقدر يحترم الخصم مهما كان ظروفه. صحيح. مهما كان الظروف اللي بيمر بيها، مهما كان ظروف المباراه، النادي الاهلي بيعرف دايما يستغل اللقاء بشكل كويس وبالشكل اللي هو عاوز يخرج بيه من المباراه ويحقق اهدافه منها. ايوه. يمكن اكيد فوزك ست مرات في استاد رادس او على الترجي التونسي، منهم طبعا مرات قبل كده توجت قبل كده بلقب دوري الابطال على حساب الترجي. دايما الترجي بيبقى الاهلي بيعرف يلعب الترجي بشكل كويس جدا وقت ما يكون محتاج اكيد المباراه. يمكن اكيد في مباريات خسرناها، ولكن المباريات اللي احنا كسبناها كتير والمباريات تقول لك قد ايه ان النادي الاهلي بيعرف يلعب بره ملعبه برده بشكل كويس جدا. انا بصراحه كنت سعيد بقياده مارسيل كولر للمباراه، كنت سعيد باختياراته للتشكيل، ان هو دخل المباراه بشكل جدي بشكل كبير جدا، ما فكرش في ظروف نادي الترجي التونسي، بالعكس ما فكرش في اصابات، ما فكرش في غياب جمهور، كان محضر لعيبته ذهنيا وفنيا بشكل كبير جدا. وذهنيا دي مهمه قوي، انك انت ما تستهونش بالمباراه، لان كان في قبلها كده لو حضرتك تفتكر كان في نغمه كده ان الترجي مش الفريق اللي يقدر يكسبنا في الوقت الحالي. صحيح. وده كان شيء انا كنت بشوفه خطر جدا، لان ممكن لو وصلت لي بعض اللاعبين ممكن الموضوع يوصل ان المباراه تبقى سهله، ولكن كنت مبسوط جدا بلعيبه النادي الاهلي واصرارهم حتى على ان هم يسجلوا واحد واثنين وثلاثه، على حتى بعد الهدف الاول حته انك ترجع وتشوف رد فعل الترجي وتكون قد ايه واقف على رجلك في الملعب. ده كان امر مهم قوي على مارسيل كولر. حته حتى التغييرات في المباراه كانت ادارتها برده بشكل كويس عشان تسهل عليك مهمه، يعني مهمه الاياب دي بشكل كبير قوي. انت داخل دلوقتي مباراه الاياب واكيد هنتكلم عليها، عندك حلول كتير، عندك تفكير بشكل كبير جدا انك قد ايه تقدر تلعب عدد كبير جدا من اللعيبه. بشوف ان الرجل الاول بتاع مباراه الترجي اكيد هو مارسيل كولر اللي ناجح جدا مع النادي الاهلي بهدوءه، ده اول حاجه انا يعني بشوف كولر فيها، ثم اكيد التفكير بشكل كويس جدا فنيا، حته التغييرات لا بشوف ان هو ادار مباراه الترجي بشكل كويس، والاهلي خرج بالعلامه الكامله 100% من كل حاجه هو محتاجها، سواء مباراه من غير اصابات الحمد لله، مباراه من غير اي حاجه تقدر او لعيب يغيب عن مباراه الفاينل، حته انك تفوز 3-0 بتصعب المهم بشكل كبير جدا على الترجي. احمد، المستوى الثابت والمتميز للنادي الاهلي مع مارسيل كولر خلال هذه الفتره، ايه رايك؟ طبعا يعني هو الاهم، انا اسف، الاهم ثبوت المستوى او ثبات المستوى، من ثبوته. ايوه، ثبات المستوى، لانه هو ده الاهم طبعا. وفي شويه حاجات هو الراجل يعني بارع فيها قياسا لمدربين الاهلي السنه اللي فاتت، السنوات اللي فاتت، بتقول لك ليه الاهلي بيوصل للمرحله دي في افضل حاله. وانا لو تفتكر حضرتك قبل الماتش كنا قلنا انه من سنين طويله جدا الاهلي ما وصلش بالعدد ده من اللعيبه غير المصابين، وداني ان شاء الله نمسك الخشب يعني عشان اللعيبه اللي تفضل سليمه باذن الله لحد ما الموسم يخلص ان شاء الله. بس الشيء المهم برضو ان الراجل ده خد كل اللعيبه، اختبرهم فعلا كلهم، وادى الفرص لمعظم اللعيبه او اكبر قدر من السكواد عشان يقول لك فعلا ان انا عادل وان انا قادر اوزع خياراتي. ولما وصل لتشكيله اساسيه مكونه من 11 لعيب كان عليها اتفاق من كل الناس بما فيهم اصغر واحد في الجمهور. هي دي النقطه اللي فعلا كولر برع في انه يوصل الاهلي ليها في الوقت ده، مع ان عناصر اساسيه كتيره جدا فقدها. لو جينا نبص احنا دلوقتي شايفين التشكيله الاساسيه لان دي افضل تشكيله بتلعب دلوقتي، ولكن لما كان كريم فؤاد مثلا في بدايه الموسم هو نجم الفريق واتصاب بالرباط الصليبي، كنا شايفين ان الحته ديت جزء كبير من لعب مارسيل كولر هيختلف تماما لمجرد اصابه كريم فؤاد. صحيح. لما حصل ان اكرم توفيق اتصاب في مركز الباك رايت كنا قلقانين جدا العمق بتاع التشكيله يفقد، ولكن محمد هاني، والنقطه الاهم غير محمد هاني وغير كل اللعيبه وغير كل الاسماء، ان الراجل ده ال 11 لعيب الاساسي اتطوروا تحت قيادته. دي صحيح. نقطه مهمه جدا، ال 11 لعيب مستواهم زاد من اول محمد الشناوي لحد كهربا وبيرسي تاو وحسين الشحات. احنا بنشوف افضل نسخه هجوميه للاهلي من سنوات طويله جدا على مستوى الخط. بنشوف افضل نسخه في خط النص من مده طويله وباعلى خيارات، وزي ما قلنا بنوصل لحد الامتار الاخيره في الموسم واحنا في جاهزيه بدنيه وفنيه وذهنيه عاليه جدا. النقطه اللي اتكلم فيها جيمي انا بضيفها
وبقول ان الراجل ده فعلا بيعرف يشتغل ذهنيا. ونقطه التصريحات اللي قالها بعد الماتش دي تصريحات كبيره جدا، انه لسه حاطط لمهمه الاياب اهميه كبيره، وقال ان احنا ما عملناش اي حاجه غير ان احنا حسمنا 90 دقيقه، وقال ان الترجي فريق كبير. كل ده عكس اللي الترجي دخل بيه الماتش، الترجي منقوص والترجي ناقص والترجي كل حاجه. ونبيل معلول قبل الماتش بيقول ان احنا قاريين الاهلي وعارفين هيلعب ازاي وما الى ذلك. كل دي صراحه تصريحات انا شايف انها ما كانتش موفقه. وبعض الهجوم برضه التوانسه اللي ياكدوا ان مباراه الاهلي هتكون محسومه سلفا. هم النهارده صح يعني، النهارده في كتير من الاشقاء التونسيين بداوا يعني يستفيقوا من اللي حصل، بس رجعوا بيقولوا انه احنا ما ينفعش نقارن نفسنا بالاهلي في الوقت. طب ما احنا كنا بنقول يعني، احنا يعني في ناس كتير كانت بتقول كده، فبلاش كان من الاول، لانه انت يعني كان مين بيحترم مين ومين ما بيحترمش مين قبل الماتش؟ كان واضح قوي مين الطرف اللي بيعامل التاني باحترام فعلي وبيقول للتاني انا بحترمك، ومين الطرف اللي كان بيقول المهمه سهله لانه في النهايه دايما انا بشوف كده، انا دايما وجهه نظري كده حتى اعلاميا، الكبار او الكبير سيظل كبير. بالظبط، بمعنى الترجي هيفضل ترجي مهما كانت ظروفه، مهما كانت اموره، مهما كان عنده مشاكل، مهما كان عنده ازمات، لكن الترجي هيفضل ترجي. بالظبط، الصفاقسي هيفضل الصفاقسي. على فكره اللاعبين المصابين للترجي اللي غايبين عن الترجي، الست لاعبين المصابين هو حمدو الهوني والعنصر الاساسي. غيلان مش اساسي السنه دي، غيلان مش ممكن اساسي يؤثر السنة. ايوه مؤثر يعني، انت عندك يعني في عمق التشكيله، انت عندك اكرم وكريم كريم. وكريم اساسي يعني، ما حدش اتكلم فيهم. عمرو السوليه برضو يعتبر لسه راجع موجود. ده يقول لك ايه؟ ده يقول لك ان مارسيل كولر عرف يجهز الفرقه كويس. انت دلوقتي بتتكلم عن عدد اختيارات كبير جدا، الاختيارات دي جت من ايه؟ جت من مشاركات اللعيبه في بطوله الدوري بشكل صحيح. بشكل كويس، الروتيشن عمله بشكل صح، هو دخل اللعيبه في اوقات هو محتاج ان اللعيب يلعب بشكل جدي. يعني هو مش منتظر ان هو يوصل لاخر ماتشين او ثلاثه في بطوله الدوري او الراجل حسب بطوله وبيدي لعيبه، لا هو في ماتشات هو محتاجها وبيدي لعيبه. انت دلوقتي في كل مباراه بتبقى داخل انت مش عارف مين الثلاثه اللي هيلعبوا من الاربعه، سواء مروان او ديانج او عمرو السوليه او حمدي. أيوة. انت مش عارف هو يلعب بطريقه الثلاثه في وسط الملعب ولا يا احمد هيحط الكندوسي او هيحط قفشه. انت بتتكلم برضو حتى في خط الدفاع، انت مش عارف متولي وعبد المنعم ولا عبد المنعم وياسر هيدخل مع متولي. صح. فده كل ده يقول لك قد ايه ان الراجل عرف يعمل الروتيشن بشكل كويس. وطبعا حدث ولا حرج على الخط الهجومي، طاير والشحات وبيرسي ولا كهربا ولا شريف، كل ده ناتج عن كولر. اللعيبه مساعداه بشكل كبير جدا، ولكن هو برده عرف يعمل الروتيشن في ماتشات الدوري بشكل كويس. مره يدي شريف وقت هو محتاجه فيه فشريف يسجل فيكسبه، مره يدي كهربا فكهربا يسجل فيكسبه، حسين ياخد فيتطور ويصنع 8 اسيستات في وقت قليل جدا فيكسبه. كسب برده نادي الزمالك، كسب بيراميدز، كسب كاس مصر، كسب السوبر. فكل ده خلاص كان ناتج ان كولر عرف يشتغل على الفرقه بشكل كويس قوي. اختياراته في الصفقات الشتويه توري لك ان هو بيعرف يختار. لا ومش مجبر يعني، اللي اقصده انه اتفضل يا جيمي لو عايز. لا يعني اللي اقصده ان هو ما جابش برده عدد كبير يا كابتن من الصفقات. هو ركز قوي وقال انا محتاج اشوف القوام اللي عندي، لان برده خلينا متفقين كان في بعض من اللاعبين ممكن تتظلم في صح. تقييم الموسم الماضي في وقت سواريش والوقت ده كان ممكن في لعيبه تتظلم، ولكن دلوقتي بعد ظهور اللعيبه دي انا بشوف النادي الاهلي مش محتاج الصفقات الكتير. صح، ممكن النادي الاهلي يحتاج جناح، ممكن النادي الاهلي بيحتاج دايما مهاجم يكون افريقي، ممكن النادي الاهلي بيحتاج ده يعمله مدرب واثق في نفسه. بالزبط. يعني هي دي النقطه اللي تقول لك المدرب واثق في نفسه ولا محتاج دايما انا عايز ناس انا عايز ناس انا عايز لا في مدرب يعرف متاكد انه هيطور اللي موجودين. يعني بيرسي تاو كل المدربين اللي اشتغلت معاه فيما مضى هو الراجل امكانياته احنا عارفينها، بما فيهم اللي جابوه وده ما يعني ما يعيبش كل الناس يعني. بس النقطه المهمه انه يعني احنا برده لما نتكلم على كولر ما نتكلمش عنه بشخصه، بجهازه ده مهم جدا. صح. يعني الجهاز اللي بيتحرك معاه واللي نعرفه واللي بنسمع عنه واللي عارفينه كمعلومات ان الراجل ده شديد الاستماع لمساعديه، شديد الاستماع لمساعديه المصريين وغير المصريين. فالراجل ده فعلا باني شيء مؤسسي جيد جدا. وتاني انا بشكر اي حد حط عينه على الراجل ده لسبب مهم، ان الراجل ده بيخلي الفريق محترم داخل وخارج الملعب. يعني تصريحاته بعد الماتش بصراحه انا شفت فيها راجل كبير جدا، مش مهتم خالص بالانزلاق لكسبنا وكسبنا هنا والمواضيع دي كلها احيانا بتاخد من المدرب وبتاخد من رصيد المدرب، وخصومنا احيانا بيلجأوا ليها في كل الاوقات. انه تمام لو كسب الاهلي 1-0 في اي منافسه بيعملها يوم وطن، يوم احتفال للبلد كلها. لا ده اسمه المدير الفني لسان داونز عندما سئل عن الجمهور قال لا ما انا لعبت ضد الجمهور في مباراه الاهلي. بالظبط يعني دايما كله بيستحضر.
ايوه بيستحضر ال يعني ماكوينا بيستحضر الاهلي او كل الناس بتستحضر كله كابتن عينه على النادي الاهلي. نعم كله عينه على النادي الاهلي طبعا طبعا، وده انا بقوله يعني. فيعني الراجل ده بصراحه اختيار انا شايفه اختيار جيد جدا، وكونه اختيار كان مبني يعني ما كانش الراجل دوت بقاله سنتين متالق في منتخب ما او نادي ما، فده يقول لك ان العين اللي اختارت فعلا اختارت عن تقييم كامل للشخص والمدرب والشخص قبل المدرب، لان فعلا الاهلي ممكن يحضر له مدربين بكواليتي عاليه جدا، ولكن تظل الحته الشخصيه اللي تخلي الفرقه واصله دلوقتي. انا بشوف وانا صحفي ان الراجل ده اقل نسبه مشاكل خرجت لاي حاجه كانت في عهده، اقل نسبه. ليه عارف ليه؟ بصراحة تقريبا 95 97 98% من اللاعبين لعبوا بالظبط واحد او اثنين. النقطه دي شديده الاهميه صح، وده يعمله المدرب العادي. حتى كابتن اللعيبه اللي ما لعبتش معاه ما اتكلمتش، ودي برده كانت نقطه مهمه. بمعنى ايه ما اتكلمتش؟ بمعنى ان هم حاسين ان هو برده الراجل بيتكلم معاهم فني، يعني هو الراجل عادل، الراجل بيحط ايديه على اللعيبه كلها بتشارك، مفيش لعيبه ما شاركتش. اللعيبه او اللاعب عمره ما هيشوف المدرب اللي ما بيلعبوش عادل. مهما كان اللعيب، اللعيب ما بيشوفش نفسه، انا بشوف نفسي بس. بالظبط صح. لكن المدرب بيشوف اسلام ومحمد واحمد بيشوف ال 35 لاعب، فبالنسبه له اسلام نمره واحد، محمد نمره اثنين، احمد نمره ثلاثه. خلاص خلاص، هو المدرب دايما بيعمل كده، اي مدرب في الدنيا بيعمل كده. بس كابتن اكيد بيدي واجبات. لا كولر بيعمل، هو مصنف وجهه نظري يعني ان هو مصنف واحد واثنين وثلاثه. بالظبط. ولكن بيلاعب واحد 10 ماتشات وبيلاعب اثنين 8 ماتشات. لا وده ما بيحصلش، مش بيحصل. أيوة. كتير او ما بيحصلش 90% من الوقت ان في مدرب يلعب نمره واحد 10 ماتشات ونمره 2 يبقى بعد نهايه الموسم طالع لعب 8 ماتشات ونمره 3 لعب 5 مثلا او 6. هقول لك على حاجتين يا كابتن، فعلا ده نتيجه واحد مدرب واثق في نفسه، ده اولا طبعًا. ان في ناس بتخاف ان ده ياثر في النتائج، ان رقم 2 ينزل طبعًا. رقم 3 ياخد 20 دقيقه في ماتش انا كسبانه. عندك لو اتصاب يبقى مشكله. الراجل ده واثق في نفسه، واخد دعم كبير من الاداره، يعني متغطي من الاخر بكل الطرق. تاني حاجه مهمه جدا وحضرتك لعيب كبير يا كابتن، ان ما لو اللعيب مش هيقبل ده غير لو المدرب من الاخر مالي عينه، مالي عينه، مقنع ليه فنيا في الملعب في التدريبات في كل حاجه، غير ان هو مقنع ليه. برافو عليك. ولكن في نفس الوقت البطولات. بالظبط صح، البطولات بتسكت. لا ده الراجل ده ثالث ماتش واخد بطوله بالزمالك، يعني سوبر كاس، سوبر وداخل في دوري، داخل دوري وصلت قبل نهائي افريقيا الدوري الحمد لله، فارق خمس ثلاث نقاط او نقطتين عن فيوتشر اللي بينك وبينه، خمس ماتشات فرق، فكل حاجه الدنيا ماشيه. فالبطولات وان انا لعبت في البطوله، انا كلاعب بقى رقم اثنين او ثلاثه بالزبط. ولعبت شاركت وموجود في كل البطولات، في كل البطولات انت هتلاقي اللعيبه لعبت في كل. كابتن النادي الاهلي في منه لعيبه الموسم ده يمكن مشال رقم واحد بالنسبه للتشكيل الاساسي وتواجدت في منتخب مصر. بالظبط. انت بتتكلم على لعيب زي ياسر ابراهيم في بدايه الموسم لما ما كانش بيشارك بصفه اساسيه، كان محمود متولي وكان محمد عبد المنعم، ولكن عشان رجليه كانت في الملعب بطريقه ضمه. بتتكلم حتى على مروان عطيه بعد انضمامه مباشره، لما الراجل كان متاخد قبل كده من روي فيتوريا، ولكن حتى لما ابتدى يشارك مع النادي الاهلي، شوف توقيت مشاركه مروان عطيه مع النادي الاهلي، مباراه صعبه جدا، مباراه الهلال، توقيت المباراه انك تديله بشكل اساسي. واول استدعاء لاحمد عبد القادر مع كولر، احمد عبد القادر كان برده مع كولر. الراجل عرف يا كابتن يدي لكل لعيبه، دي نقطه مهمه جدا، المباراه اللي هو يقدر يشغل فيها نفسه بشكل كويس قوي عشان يكتسب ثقه. بص ازاي رجع محمد شريف، انت بتتكلم على كاس عالم انديه، بتتكلم على بعض الانتقادات، رجع في بطوله الدوري اداله ماتشات معينه، قدر الراجل يسجل اهداف، ابتدت الثقه ترجع من جديد. بتتكلم حتى على كهربا وتوقيت مشاركته بعد غياب، الراجل جاهز بدنيا، الراجل جاهز فنيا، ابتدى ان هو يكون اللعيب الاساسي بالنسبه لك ولعيب مميز بالنسبه لك. انت دلوقتي في تشكيله مباراه الترجي، حتى لو الناس بتقول تغييرات، ولكن انت لو بصيت على اللعيبه اللي هتلعب مباراه الترجي، حتى لو تم التغيير هتلعبوا كتير صح. انت لما مباراه بيراميدز بتبدا فيها مباراه كاس السوبر باحمد القندوسي، انت مش حاسس كمشاهد او كناقد او ايا كان في حلقه مفقوده، ان في حلقه مفقوده او حاجه ثانيه، ان اللعيب ده جديد على التشكيل صح، او ان اللعيب ده مفاجاه التشكيل. انت دلوقتي بتدخل المباراه مش عارف عبد القادر اللي هيبدا ولا بيرسي، حسين هيبدا ولا طاهر، بتتكلم على مين اللي هيبدا، شريف ولا كهربا. ده يقول لك قد ايه الراجل وصل للتناغم بين اللاعبين بشكل مميز. لا في ماتش الترجي كمان كان في كذا كوره، يعني سيبك من الاهداف والكلام ده، في كذا كوره كان بيرجعها تبدا من الشناوي، وتحس في شغل كبير بترجع للشناوي، الشناوي اللي بيبدا الهجمه اللي قلب الدفاع اللي جنبه بتروح للنص. ان في شغل، ميزه ان الشغل بيتكرر مع اسلام او احمد صح او محمد متحفظ صح. ده معناه ان في شغل متحفظ في الملعب وماتش تحفظ للمره واحد واثنين وثلاثه. الباص بتاع معلول اللي بقى بيتعمل من ورا الديفنس، ده بقى بيتعمل كل ماتش ثلاث واربع مرات، لو تجميع بيروح للاسترايكر على طول. بالظبط.
الباكات الباكات ما بتطرش في الاول، وبعد كده بتيجي عند وقت معين من الماتش بتتحول احيانا لرابع خط نص. صحيح. او وينج رابع، او يعني على حسب هو تشكيلته الهجوميه ايه. احمد اللي من وسط الملعب للهجوم مميزه جدا بصراحه. انا بشوف مدرب محترم يعني الاقصى درجه بتكتك. وما عنديش مشكله يعني، انا مش عارف بس الناس ليه بتزعل لما نقول ده دلوقتي في لحظه الانتصار. الكلام ده بيزعل ليه يعني؟ المفروض اقول ده دلوقتي، المفروض ده يتقال في لحظه الانتصار، لانها حقيقيه. وانا لازم استدعي انتصار مزيف او انتصار وهمي واتكلم. انا لما اكون في انتصار فعلي او لحظه فعليه جيده ان شاء الله تكمل، طب ما انا لازم اتكلم، انا لازم اتكلم واقول ان في انتصار وفي مدرب يعني كويس ومدرب محافظ. بتكلم على اربع فاينال دوري ابطال افريقيا في اربع سنين، هيعدد عليا ومش هتكلم يعني؟ هيعدد عليا ومش هتكلم؟ دايما في مثل هذه الظروف اقعد اتفرج كده وابص اقول، ويقول لك الاهلي اصل عندهم نوع، والله يتقال لي كده، هو بس اسلام من بعض ما لا يشجع الاهلي، والاهلي رائع وكل حاجه، بس عنده نوع من انواع الفشل. ايه الفشل؟ اقول له ايه نوع من انواع الفشل؟ يقول لي انه ما خدش بطوله افريقيا. طب يعني طب السنه اللي فاتت ما خدتش بطوله افريقيا؟ لا، ولما كابتن عدلي قال لك بيتغذوا على ما على اللي في الاهلي بيسيبه، يعني الاهلي بيسيبه. يا بختهم يا بختهم. اه لا كابتن، يا بختهم. اربع سنين فبالتالي اه بالظبط. انا لو ابص ان انا في نهائي افريقيا اربع سنين متتاليه خدت منهم اتنين وان شاء الله خسرت واحده، ويا رب تبقى الثالثه موجوده معانا. سته من اخر سبعه، فسته من اخر سبعه جدا. انا شايف هو تسعه من اخر 13. انت ازاي بيجي لك قلب تقول حاجه؟ تقول حاجه على الاهلي؟ لا، وقبلها يعني انت بتقول تسعه من اخر 13، قبلها 2005 2008 يعني الاربع سنين دول برضو الاهلي كان موجود في فاينل دوري ابطال افريقيا. هو دايما الاهلي ما بيبعدش، عشان نقول ان النادي الاهلي فشل. لا، ولما بعد لما بعدنا في 13 يعني، لما بعدنا خدنا كونفدراليه في 15 بالظبط، لما رجعت 16 نهائي 17 نهائي 18 بطوله 20 بطوله 21 فاينل 22. فانا مش عارف يعني مين ليه حق يتكلم عن انجازات غير الاهلي في قناه يعني. انا مش عارف مين ليه حق يتكلم عن انجازات. طب يعني انا نفسي افهم، بيعرفوا يستدعوا ازاي؟ بطل تطبيل بقى يا اخي. لا مش عارف والله، بطل تطبيل بقى. يقول لك كده، يقول لك بطل تطبيل. لا يعني امتى؟ طب امتى الواحد الاهلاوي يكون سعيد؟ امتى طبل؟ طيب يعني انا عايز اطبل ايه؟ طيب اعمل امتى يعني؟ ده فريق الجماهير كمان الطموحات بتبقى بتزيد جدا، ان انت حتى مشارك في كاس عام بيبقى بيتمنوا انك انت تكون محقق مركز كمان متقدم، رغم ان حققت قبل كده برونزيه ثلاث مرات. فده كل ده بيقول لك قد ايه ده نتاج عن ان انت يعني ظهرت بشكل كويس قوي في دوري ابطال افريقيا، بتظهر بشكل كويس جدا في البطولات المحليه. والنادي الاهلي من امتى بيبعد عن البطولات المحليه؟ الاتجاه دلوقتي ان هو يقول لك ايه؟ اصل الترجي ده فريق ما وحش، مش احنا. طب والرجاء كان وحش؟ ايوه. لا الرجاء طبعا فريق وحش. لا الرجاء وحش. والهلال كان وحش طبعا. والناس دي كلها فرقة. طلعت بأطهر الطاهر اللي بنشكره بالمناسبة، احنا بنشكر أطهر الطاهر. لا، وبعدين ده متكرر في كل شيء. قبل النهائي وباللعب الترجي متكرر في كل شيء يعني. أطهر الطاهر، شكرا أطهر الطاهر. يسري بوزروق بتاع الرجاء، شكرا يا يسري. وبتاع الباسكت النهارده، شكرا يا جونسون. يا جونسون. وشكرا لكل بس انت ما بتشوفش مثلا ان الاهلي ده ضرب الجزاء في ماتش سان داونز، مش مهم عنده. ما بتشوفش انه الاهلي كان ممكن يتاهل قبل كل ده؟ لا برضه. ما بتشوفش ان الرجاء حتى لو كان جاب البلين كان يبقى 1-0 وحظوظنا في ايديه في رجلينا لسه؟ لا برضه. ما بتشوفش ان حتى ضربه الجزاء المحتسبه للرجاء كان فيها شيء من الجدل يا عمي وتتكلم فيه؟ ركله الجزاء في الهلال بقى مش شيء. والشناوي لما صدها ما يصدش يعني، الجون ما يصدش بتاع الهلال دي ما يصدهاش يعني. هل انا مطلوب مني كحارس مرمى ان تيجي عليا ضربه جزاء فلازم لازم تدخل جون عشان ارضي نزعه الحظ اللي جواك يعني؟ النزعه دي لو ما رضي كابتن فلان الفلاني لان لو ما قلتهاش عشان يبقى لا. هو شفت انا قلت كلامي صح؟ انا بصراحه مش فاهم يعني. وراه هو بيني وبينك انا عايز افضل ماشي ورا كابتن فلان وكابتن علان وكابتن ترتان، عارف ليه؟ لغايه لما ربنا يكرمنا ان شاء الله. المشكله العدوى دي وصلت لاشقاء يعني، للاسف في اشقاء بتوصل لهم المساله دي. بحس ان هم شبه ناس احنا عارف يعني، شبه شخصيات احنا بعد ما لا يشجع بعض ما لا يشجع النادي الاهلي. فيعني بشوف برضو نفس القصه اللي هو ايه، سايب كل حاجه وسايب، معلش يعني مع احترامي الشديد، ان تفوقت عليك اقل ما لفظ ينفع يتقال ان تفوقت عليك في فرادس، وبتبص برضو ده اطهر الطاق، بتبص لده وبتبص. طب يركز في ال 90، ركز في تشوف اللي حصل في ال 90 دقيقه. ال 90 دقيقه دول ما بيدوكش اي حاجه. الماتش ده احنا زعلانين جدا وما خلصش رقم اعلى يعني. مثلا الجمهور، انت بس محظوظ عشان الاهلي كان بيلعب الترجي في اسوء حاجه، وده اللي بيتقال مش ده اللي بيقولوه؟ تمام، المفروض نلعب كل الناس واحنا ما نبقاش. سيبك من كل ده طبعا، ولكن لو لم يكن الاهلي قويا، لو لم يكن مارسيل كولر يضع محترمش كمان يا كابتن، لو ما احترمش الاسلوب المناسب والخطه المناسبه، ما كانش هنكسب صح بهذا الشكل. مهما كان انت بتلعب الترجي، الترجي في أسوأ حالاته افضل من انديه كتيره جدا. صح. جدا. بما ان مين اللي هيبقى ماسك الترجي في المباراه اللي جايه؟ بص يا كابتن، لسه في كلام كتير طبعا، يمكن من ابرز الكلام برضو بيتكلموا جايين بكره تهيألي. جايين النهارده
جايين الاربعه اعتقد الاربعه يعني بنسمع كلام كتير جدا طبعا على كابتن انيس بوسعيدي، وبنسمع كلام على معين الشعباني من سيراميكا كليوباترا. يمكن زادت الامور شويه تكهنات ان النهارده معين سافر تونس. لتونس، بس انا اتصلت بناس في سيراميكا كليوباترا واتكلمت معاهم، قالوا لا هو الراجل ماضي معانا تعاقد وفي شرط جزائي في كل حاجه، والراجل ما بلغناش بحاجه، والراجل احنا عشان لسه هنلعب يوم اعتقد 24 ففي وقت كبير جدا، فاعتقد معين مسافر اجازه عادي، فلسه هنشوف المباراه مين اللي هيقودها. ولكن اعتقد الترجي في ظروف يعني صعبه جدا بالنسبه له، مفيش جهاز فني، مفيش رد الجعايدي اعتقد رفض. هو انا سفر معين الشعباني بالنسبه لي ابعده، يعني ابعده، لانه لو حد الراجل كان قاعد في مصر كده ان هم جايين. فانا شايف مجدي تراوي، مجدي ممكن، مجدي تراوي هو الاسم الاقرب، لان هم عايزين حد عارف الفرقه يعدي بالماتش الجاي ده. عثمان نجار قريب، عثمان برضه كان شغال برضه مع البنزرت 6 سنين، واشتغل مع معين الشعباني في البطولتين. هم هيفكروا كابتن في حل مؤقت بالتاكيد، بس برضه الترجي اعتقد هيروح لمدرب عربي يا احمد، يعني اعتقد ممكن برضه يروح لمدرب عربي فيما بعد كفتره اطول. يعني الفتره اطول. موسيماني مثلا اعتقد، انا اعتقد موسيماني وجهته هتكون المغرب اعتقد، يعني اعتقد ان موسيماني الوداد او الرجاء وساب اهلي جده خلاص. يعني خلاص ما تمش الاعلان الرسمي، ولكن ممكن في انتظار لعرض سعودي. بس هم عندهم، بس اعتقد بس يا احمد هم عندهم وجهه نظر في اهلي جده ان هم الفتره الجايه في عندهم ازمه في الانتقالات، بس هم بيفكروا ان هم هيحلوها، وعندهم يعني تدعيمات بشكل كبير جدا هيعملوها، وعندهم تفكير في ماركو سيلفا مدرب فولام، فهم شايفين ان موسيماني مش راجل المرحله وحقق خلاص الانجاز بتاعه. انا بشوف ان موسيماني هيرجع افريقيا، احساس شخصي وان هو هيرجع افريقيا، وهو دايما وجهته تحس ان هو عايز يروح المغرب، يعني هو دايما هو قال كده قبل كده يدرب الوداد. اللي انا عارفه ان هو عنده كمان عرض من كايزر تشيفز في جنوب افريقيا، بس اعتقد ممكن هو لا يعني تقليل الفلوس للدرجه دي صعب، بس سان داونز اكتر نادي بيدي، وكايزر تشيفز وبيتفست دي الانديه اللي بتدي جامد هناك، حتى لو كان بيتفست متاخر شويه في الترتيب. كايزر تشيفز هيديله، لا مش هيديله الارقام اللي بياخدها، يعني هو بياخد كان بياخد عليه جد رقم مش كبير، بس خد مكافاه كبيره والله بتاهل طبعا. لا يعني فلوسه هتنزل حتى عما كان بياخد في النادي الاهلي، فما اعتقدش ان هو لا يعني الحركه دي حضرتك عارف موسيماني الموضوع دي احيانا بتفرق معاه، يعني لا هو اكتر عايز يفضل في الصوره برضه. هو عايز دايما يفضل برضه في افريقيا في دوري الابطال. راجل خد ثلاث قبل كده، بيتكلم على 3 بطولات، رقم كبير، واحده مع صن داونز واثنين مع النادي. يعني معنى كده اصل هو هيروح المغرب، يبقى هيروح يا وداد يا رجاء. اعتقد يا وداد او رجاء، اعتقد الوداد. وداد برضه مستني المدرب بتاعه بتاع دلوقتي ده كمرحله، هيشوف هيعمل ايه في افريقيا. بس اقول حاجه يا احمد، انا شايف ان قرروا، بس كان قرارهم صح ان هم يمشوا جريدو. انا وجهه نظري الشخصيه كان قرار صح جريدو، ما هو دخل في حاله برضه شراسه مع الفرقه. فكرتني ببعض الحاجات اللي حصلت كعاده، ان هو بيحس دايما ان في مؤامره من بعض اللاعبين، بيحس دايما ان في ناس كلها بتتكلم عليه وحش، هو دايما عنده الاحساس ده، يعني من معلومات مؤكده. الوداد والرجاء ومنتخب المغرب ما تعاندش اللعيبه اصلا، هم شبهنا شويه، لا ما تعاندهمش خالص، لا يعني قصه التكتلات اللي جوه الفرق والحاجات دي صعبه جدا، وشفناها لما كانت في المنتخب. هم شبهنا كمان في الضغط، في حته ان لازم تكسب، الوداد لازم يكسب، الرجاء لازم يكسب، هم شبه الكره المصريه، لازم الجماهير كلها متعطشه للفوز، متعطشه لاداء جيد. كابتن حتى على مباراتي سيمبا انت ما كنتش بتحس بفرق، مش ده الوداد، يعني لا مش ده الوداد، لا رغم ان قوامه موجود بشكل كويس، تدعيماته بشكل كويس جدا، الفرقه واقفه على رجليها بشكل كويس جدا. فانا بشوف ان قرارهم هم بيحاولوا يخلوه زي قرار الركراكي لما ضرب المغرب ومشوا خلوزيتش، وان احنا جبنا طبعا دلوقتي المدرب، فانت بتتكلم على قرار كان جريء شويه. انت بتتكلم على قبل نص نهائي دوري ابطال افريقيا، بس انا بشوف ان يمكن موسيماني لا، بشوف ان وجهته راحه شويه للمغرب يا كابتن. طبعا في كلام كتير على انديه كتير، ولكن انا بشوف ان المغرب ممكن تكون وجهته المقبله. اعتقد صعب الترجي برضو يدفع الرقم الكبير لموسيماني اللي هيحتاجه. موسيماني خلي بالك برضو بيروح لفريق جاهز شويه، عنده صفقات، اختيارات الترجي يعني بتكون تونسيه اكتر يعني تاريخيا، بس ممكن لان في الموضوع يعني مدربك جدا هناك، يعني الموضوع يعني موضوع كبير قوي قوي، فاعتقد كلها مقلقه من مستوى الفريق. هو مش بيحب يحل يا كابتن برضو موسيماني، مش من المدربين اللي بتحب تحل، يعني بيحب دايما يكون الفرقه جاهزه شويه، ويقدر ان هو مجرد يدخل عليها ببعض الافكار بتاعته وينجح بقى مره في مره، لكن هو مش بتاع ان هو هندلت وضع كامل، يعني وضع كامل مع اداره، مع جهاز فني كامل، مع لاعبين، وانه يطلع لاعبين صغيرين، لا مش سكه اعتقد يعني موسيماني. طيب اهم الاوراق في الترجي ونقاط القوه والضعف، يعني بشوف انه يظل بن حموده كمحطه، يعني سلاح جيد في من اسلحه الترجي، كوليبالي في خط النص، بس السلاح الاهم بكل الاحوال هو محمد علي بن رمضان. محمد علي بن رمضان حتى في اسوء حالات الترجي وفي اسوء حالاته وفي العزل الكامل اللي عمله عليه مروان عطيه، عارف برضه يطلع بكوره واثنين وثلاثه، لانه لعيب موهوب، يعني لعيب موهوب عنده كوره في رجله، والفتنس بتاعته عاليه،
لعيب بيعرف يديك الستة والتمانية بسرعة، يعني مرن جدا جدا في خط النص، عنده حاجات مش موجودة عند كل اللعيبة بتاعت الترجي. من سنتين ومن ثلاثة شايل الفرقة دي على كتفه فعلا، يعني هو بن رمضان شايل الفرقة دي على كتفه، حتى في الدوري التونسي ماتشات كتيرة جدا بتخلص 1-0 بجون بن رمضان، هو نفسه يا اما هو اللي عامل اسيست يا اما جايب ضربة جزاء، فهو متحرك جدا سريع جدا، بيديك صلابة بيديك حلول. فمحمد علي بن رمضان افضل واهم حل للترجي. بن حميدة في الباك ليفت صعوده قوي، ولكن عنده مشاكل كتيره جدا وراه، واضحه ورا ظهره، ورا الظهر فيها، لا عنده مشاكل يعني. بس هو رجله يعني بيعرف يعمل اوفر، يعرف يعدي، يعرف يجري بيه، مفيش باك ليفت ما بيعرفش يعمل اوفر. بس 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 ورا ظهره مساحه شاسعه تقدر تلعب عليه. ما اعتقدش الصراحه في اسلحه كبرى في الترجي دلوقتي، وده مش كلامنا احنا، ده كلام الاشقاء في تونس. فاعتقد انه بن رمضان ده فعلا لعيب محترم، لعيب كل لعيبه محترم، بس ده لعيب يعني عنده موهبه كبيره في رجله، ده اللعيب فعلا اللي تقدر تقلق منه في اي ماتش حتى لو انت متفوق في الذهاب. بس انا متخيل ان مارسيل كولر هيعرف يتعامل معاه سواء بتغطيته من خط النص او بيبعده عن منطقه الجزاء، لان هو من اللعيبه اللي بتعرف تصوب من بره منطقه الجزاء بشكل كبير. طيب برضو وسائل الاعلام التونسيه وماذا قالت عن هذه المباراه؟ طبعا هم اتكلموا على سوء بقى مستوى الترجي، هم رجعوا بقى خلاص يعني. في بعض الناس اللي بعد ما كانت تتكلم ان هم كانوا بيحاولوا يدوا دفع لنادي الترجي ان هو يقدر يكسب النادي الاهلي وانه باي ظروف يقدر يكسب، ولكن بقى خلاص اتكلموا على ان الترجي التونسي بيفتقد اللاعبين، بيفتقد جهاز فني قوي الفتره الحاليه، ان الفتره خلاص اللي جايه مش بتاعه كابتن نبيل معلول، وان هم شايفين ان لازم تغييرات من الاطار في الاطار الفني. طبعا اتكلموا برده ان غياب الجمهور اثر بشكل كبير جدا على نادي الترجي التونسي، وده اكيد اكيد غياب الجمهور بيغيب عنك الحماس. ولكن طبعا انا بشوف برضه يا كابتن ان الترجي اللي هو فيه دلوقتي هو ناتج بشكل كبير جدا عن السنوات اللي فاتت، من عدم تدعيمات بشكل قوي، من عدم انك انت مفيش رؤيه واضحه وخطه واضحه لنادي الترجي التونسي. قبل حتى مباراه النادي الاهلي يا كابتن كان في انذارات بتوضح قد ايه ان الترجي التونسي صعب ان هو يفوز على النادي الاهلي، كان خسر قدام الصفاقسي مع كابتن البدري، وخسر قدام الافريقي التونسي كمان، وخسران يعني كان خسران ماتشين كبار جدا في الدوري التونسي وعلى الخامس على الدوري يعني بالظبط. انت بتتكلم على ان الترجي في اسوأ حالاته. يمكن بقى هو اللي انا عايز اتكلم فيه هو تعامل بقى كولر الفتره الجايه بمباراه الاياب. يمكن انا بتفق مع احمد في تصريحات مارسيل كولر في قصه الريمونتادا، وان في فرق كتير جدا عملت ماتشات كبيره، انا بتفق معاه بشكل كبير ان هو بيحاول يفوق لعيبته. بشوف ان هو كابتن هيلعب على حته، انت راجل لعيب كبير وعارف دي، هيلعب على حته اللعيبه اللي يمكن اللي هيديها المباراه دي، والتغييرات اللي هتحصل عن تشكيل مباراه الذهاب، ان هم كلهم عندهم دوافع ان هم يسجلوا في نص نهائي دوري ابطال افريقيا، ان هم يحسموا مباراه الفاينل، ان هم يوصلوا الفاينل بشكل سريع جدا في الشوط الاول من المباراه، ان هم برده ما يدخلوش الترجي في اجواء المباراه. برده الترجي خلي بالك هو جاي مش باقي على حاجه، خسران 3-0، فانت ما تدخلوش في اجواء المباراه من اول دقائق اللقاء. اعتقد النادي الاهلي هيضغط بشكل كبير جدا، اعتقد النادي الاهلي يمكن حتى تغييراته في التشكيل مش هتبقى التغييرات الجذريه، ولكن في بعض اللاعبين اعتقد هنشوف لها ادوار، هنشوف دور اكيد لشريف، هنشوف دور اكيد للقندوسي، هنشوف دور يمكن حمدي فتحي، اعتقد كولر هيفكر ان هو يريحه عشان قصه الانذار اللي خده في مباراه الترجي. اعتقد كمان ممكن نشوف دور لخالد عبد الفتاح سواء باك رايت او باك ليفت، ممكن يلعب مكان علي معلول عادي جدا بشكل كبير، ويدفع بهاني في المركز دور الايمن. بشوف ان كولر عنده حلول كتير جدا، ولكن اعتقد ان هو هينهي المباراه من الشوط الاول بحيث ان هو يقدر يحسم اللقاء بشكل كبير جدا بقى، ويريح الدنيا كلها عشان يبتدي يجهز مباراه الفاينل. وداد وسان داونز شفت المباراه ازاي، ويعني نسب الوصول للمباراه النهائيه بالنسبه لهم؟ انا اعتقد ان هي ارتفعت مثلا 60-40 لسان داونز بعد التعادل. سان داونز مر باصعب موقف ممكن يمر بيه، هو طرد 2 لعيبه، واحد منهم من الدقيقه 40 او 42. لحد ما كان لعيب واحد مطرود كان سان داونز بيعمل كل حاجه هو عايز الملعب. فريق صعب جدا، صعب المراس جدا، بيعرف يلعب بسيستم واضح فعلا لكل حاجه، لبناء الهجمه بيضايق عليك المساحات جدا، يعني احنا هو بيفتح مساحات هو بس بيضايق عليك مساحه اللعب، لان هو اللعيبه تكنيكال عاليين قوي، لان اللعيبه في الكره في رجليها سهله جدا جدا جدا، بيعرفوا يلاقوا نفسهم صراع وصيارين واجسامهم صغيره، فبيعرفوا يتخلصوا من الضغط. فسان داونز عرف ما كنتش حاسس ان الماتش ده في محمد الخامس، انا ما كنتش حاسس انه في ملعب محمد الخامس لحد ما الطرد حصل. الطرد حصل وداد بدا ياخد ثقه شويه في الجيم. كان برضو الوداد مثلا مش عارف دي كانت قبل الطرد ولا بعد الطرد، اعتقد كان ليه كورتين ثلاثه خطرين جدا، زي كورت اللي عندهم حارس مرمى حارس مرمى سان داونز روني ويليامز رائع ممتاز. انا بشوفه بس ليه برضه هفوات كده، ليه احيانا لحظات تجلي كده بتحصل. الكره بتاعت الهند لا صعبه جدا، صعبه جدا. ايوه الريفلكس عالي، الريفلكس عالي جدا عنده.
حارس كويس، انا بشوفه فريق محترم جدا، بشوف ان ليه الفرصه الاكتر في جنوب افريقيا. بتمنى يعني انه يبقى الماتش يعني يحصل كل فريق على حقه كاملا في ماتش الوداد وسان داونز. سان داونز هيلعب من غير 2 لعيبه مهمين عنده، الوداد عنده الفرصه انه يستغل ده، خصوصا انه الوداد ما عندوش اسلحه كتيره برضه في مساله الاجواء الحاره والرطبه والكلام ده اللي سان داونز هيعرف يلعب عليه كويس جدا في اياب نص النهائي. احنا سامعين ان النهائي غالبا ممكن يكون في اجواء ليليه سواء كده او كده، ولكن مش نفيه تماما وتقال ان هو لانه ما حدش يعلم لسه لحد دلوقتي بعد ان شاء الله يوم الجمعه او بعد يوم السبت كمان ممكن هيبان ساعتها. من الممكن جدا ان احنا نسال نجيب حد او نسال حد في الاتحاد الافريقي، ولكن انا بفضل ده بس مش عشان احنا واخدين 4 ألقاب في الدهريه، احنا واخدين 4 ألقاب في الشمس قبل كده في الاياب عند المنافس، فما فيش اي مشاكل عندنا في المساله دي. منهم القطن الكاميروني صح، منهم سان داونز نفسه في 2001 متعادلين مع 1-1 هناك في الدهر. فلا اقصد ان ده حتى الان لم يتم الكلام في هذا الامر، لانه ما حدش عارف مين طرفي المباراه النهائيه مهما كانت نتيجه المباراه في الطرف الاول. اخر حاجه بس الحقيقه برضو خماسي من النادي الاهلي في التشكيل المثالي، التشكيل المثالي ليه راحت فين؟ مشيت من عندي الشناوي وعبد المنعم وبيرسيتاو وحمدي فتحي وسحات وحسين شحات. الحقيقه يستحق ويستحق اكتر من كده. انا بشوف ان محمد هاني اتظلم جدا برضو في هذا الامر. انا بشوف ان محمد فتره رائعه ليه، اكتسب ثقه كبيره جدا، ففتره رائعه ليه. يعني محمد هاني لازم يبقى وجهه نظري يعني الشخصيه لازم يبقى متواجد في التشكيل الامثل 6 لاعبين، مع ان انا كنت بشوف ان التشكيل الامثل ان هو يحط ال11 بتوع الاهلي. هو الفريق اللي لعب يعني بكل يعني فريق المقنع الاكثر الاكثر اقناعا في نص نهائي دوري ابطال افريقيا بشهاده كله بالنتائج والارقام وبالارقام وبكل شيء. عموما نتمنى يا رب ان احنا نشوف مباراه جيده يوم الجمعه الجايه من النادي الاهلي. انا بشكرك جدا يا محمد على وجودك معانا، شكرا جزيلا. بشكرك جدا احمد على وجودك معانا، شكرا جزيلا. طبعا الف مبروك للاعبي كره السله وابطال كره السله في هذه المباراه او في هذه البطوله المهمه جدا والصعبه جدا جدا جدا، بطوله كاس او دوري السوبر لكره السله. زي ما حضراتكم شفتوا احتفلنا بالابطال النهارده، اعتقد ان بنسبه كبيره جدا الموسم السنه دي للنادي الاهلي في العاب الصالات حاجه رائعه جدا جدا جدا. 17 من 21 17 بطوله من 21 حتى الان، خلي بالك حتى الان لسه 16 صح بقى 17 النهارده 17 من 21 ف 17 من 21 بطوله يعني شيء خرافي. نعم شيء خرافي، شيء يعني مش احنا ملوك الصالات، احنا مش ملوك الصالات. لا احنا مش ملوك الصالات صح. وشكرا لقطر الطاهر ان هو خلانا نبقى ملوك الصالات بما انه كله بيشكر قطر الطاهر. عموما الف مبروك لرجال وابطال كره السله، وان شاء الله بكره احتفال او احتفالنا بسيدات السله برضو مع ابطال او بطلات السله يكونوا معانا على الهواء مباشره نحتفل بيهم ان شاء الله، لو يعني كانوا فاضيين بكره ان شاء الله وييجوا يحتفلوا مع جمهور النادي الاهلي ومع حضراتكم من خلال البيت الكبير. عموما دي كانت حلقتنا النهارده، انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وغدا حلقه جديده من البيت الكبير.